معايا في هذه اللحظات صالح جمعة لاعب النادي الأهلي. صالح مبروك طبعا النهاردة، فوز وتأهل مهم للنادي الأهلي. النتيجة كانت تعادل، لكن الأهم هو التأهل دور 16 ودوري المجموعات. أول حاجة طبعا يا أمير، يمكن أول حاجة بشكركم طبعا، أنتوا تعبتوا جدا في السفرية دي ودايما متواصلين معانا ودايما موصلين صورة كويسة جدا للعيبة وللجهاز ولجماهير النادي الأهلي، طول الوقت متواجدين معانا بصراحة. ويمكن تانية حاجة، يمكن الحمد لله طبعا على مباراة النهاردة، الحمد لله على الصعود لدور المجموعات. يمكن مباراة كانت يعني صعبة جدا علينا، ده أول حاجة. تاني حاجة طبعا يمكن مباراة الذهاب كانت رامي مش عارف عايز ايه، لا هجيبك في الأول دلوقتي. فطبعا يمكن مباراة الذهاب نتيجة 1-0 كانت مؤلية بالنسبة لنا. يمكن الحمد لله النهاردة أو الفترة اللي فاتت قبل المباراة كان في تركيز من كل اللعيبة، مركزين جدا، لكن لازم الناس تبقى عارفة إن جمهور نادي الأهلي هي دي البطولة المفضلة ليه طبعا، وحتى لعيبة نادي الأهلي وحتى كلاعيبة، احنا كلاعيبة جديدة ما فوزناش ببطولة أفريقيا قبل كده، بالنسبة لنا بطولة مهمة جدا إن احنا عندك الطموح إنك تفوز بالبطولة. طبعا يمكن أهم بطولة، أنت دايما بتلعب بطولة واثنين وثلاثة، بيبقى في ترتيب للبطولة مش هنا بس في مصر لكن في العالم كله. يمكن أهم بطولة اللي هتوصلك كأس عالم أندية، بتبقى بطولة مختلفة جدا، بطولة قارية، بطولة مهمة جدا. فطموح أي لاعب موجود في النادي الأهلي أو أي لاعب عامة إنه يكسب بطولة زي، رقم واحد. رقم اتنين طبعا يمكن جمهور الأهلي نفسه ولا إدارة النادي الأهلي يعني هتسمح إن النادي الأهلي يخرج من دور 32، كان بالنسبة لنا كنا بنفكر طول الوقت في الحتة دي إن هيبقى الموضوع بالنسبة لنا صعب جدا إن احنا نخرج بدري بالطريقة دي دور 32، الموضوع كان هيبقى صعب جدا. أنا بشوف النادي الأهلي أو جمهوره من قبل كده حتى قبل ما اجي النادي ان دايما التركيز بيبتدي مع فريق الكوره في بطوله افريقيا، بيبتدي من دور المجموعات، من دور الثمانيه، عشان دايما بيبقى عندهم ثقه في اللعيبه وفي النادي ان النادي في المرحله الاولى دي يعني بيعديها بشكل كويس. مباراه الذهاب هي اللي سببت لنا قلق والنتيجه طبعا. تاني حاجه قوه الفريق اللي كنا بنلعبه، يمكن فريق كويس جدا السنه دي، جاب لعيبه كويسه، عنده مدير فني كويس، متصدر الدوري مع فرقة كويسة زي سان داونز وأورلاندو، فإن هو يتصدر الدوري معنى ده إن هو فرقة كويسة بس. لكن الحمد لله الأهم إن إحنا وصلنا دوري المجموعات. إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دوري المجموعات أو في الدوري العام إن شاء الله نقدر إن إحنا إن شاء الله نحسم الدوري العام بدري بإذن الله ونركز إن شاء الله في دوري المجموعات.